السلام عليكم. يجري حاليا عملية لتغيير أرصفة على نطاق واسع يشمل عدة بلديات من جزائر العاصمة، خاصة في الجهة الشرقية لولاية الجزائر. والآن العملية راهي تمتد على بلديات واد سمار، وكذلك بلدية باب الزوار، وكذلك بلدية الحميز. إذن في هذه الثلاث مناطق فيه عملية كبيرة لتغيير كل الأرصفة وتجديدها، ونشوف هنا جزء من الأشغال في منطقة واد سمار وباب الزوار. وكذلك مع نهاية الفيديو سوف تلاحظون فيه كذلك أشغال على مستوى الطريق الحميز رويبة، إذن فيه كذلك أشغال. يعني هذه الأشغال قد تمتد إلى حوالي 80 كيلومتر من الطرقات والسريعة، الطرقات الثانوية في الجهة الشرقية لولاية الجزائر العاصمة. شيء يعني جميل جدا ومهم جدا، لأنه الحالة نتاع هذه الأرصفة هي جد كارثية، وإن شاء الله العملية تمتد إلى كل ولايات الجزائر، وكذلك إلى الطرقات، بعض أجزاء تاع الطرقات اللي تعرف حالة مهملة، وكذلك إزالة، وهذا مهم جدا أعيد وأكرره، إزالة الأتربة والغبار المتراكم على حواف الطرقات في كل ولايات القطر الوطني. هذا أمر يعني قضية تاع الصحة العمومية هذه، لأن هذه الأتربة المتراكمة على حواف الطرقات هي مصدر للبلون، يعني المواد الثقيلة التي والملوثة والمسرطنة التي تتراكم على حواف الطرقات، لابد رفعها. وماشي بالمكنسة يا عباد الله، لازم تكون الشاحنات لتصليح اوتوماتيكي للغبار، لرفع الغبار هذا ورفعه ويعني تخزينه في اماكن او تحويله لاستخراج ماده الرصاص ومواد اخرى موجوده في هذه يعني الاتربه المتراكمه. شيء رهيب، لابد على السلطات، نعاودها ونكررها، من السلطات رفع هذه الاتربه التي تراكمت على حواف الطرقات بطريقة ميكانيكية، بطريقة صناعية، مش بالطريقة اليدوية بالمصلحة والبرويطة والشكاير تاع النيل وهذه الأمور. لازم تكون فيه شاحنة ترفد الغبار، وشاحنة وراها لتخزن الغبار في الشاحنة لنقله خارج المحيطات العمرانية. وكذلك لابد من وضع السينياليزاسيون اوريزونتال، كل الاشارات الافقيه على الطرقات، وتحسين المحيط. يعني هذه يعني اجراءات صحيه، هذه اجراءات لتفادي التلوث المضر والمسرطن اللي قد يعني يضر بالمارة خاصة على هذه الطرقات. أترككم في رعاية الله وحفظه، وإن شاء الله أتمنى بكل قلبي أن يصل هذا النداء للمسؤولين لرفع الغبار على الطرقات، الأتربة على الطرقات والأرصفة، ووضع الإشارات الأفقية في الطرقات، وكذلك تحسين المحيط بصفة عامة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.